التي رفعت راية المملكة الحبيبة آليا بين الأمم العربية جمعاء وللمرة الثالثة على التوالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا ما بقيتش نحس بشحال مرة تلاقينا. تبارك الله الأطفال ديالنا لا يجزيهم بخير. رفعوا الراية المغرب عاليا ورفعوا الاسم ديال المدينة ديال قنيطرة كذلك عاليا والإقليم وكذلك ديال البلاد. كنشكرهم جزيل الشكر وكنهنيهم بهذه الإنجازات المهمة والظاهرة. ولكن دابا حنا ما قنعانيش شيء، حنا طامعين. فاش طامعين؟ كاس العالم. هذا السابع عزيز عليكم، تبارك الله عليكم فوزيتو سينيور، الله يوفقكم، الله يعاونكم، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله بحول الله، وهذا شرف لي شخصيا والاخوان معنا كاملين اننا نستقبل لكم في هذه المدينه الطيبه. الانجازات الحمد لله هذا الشيء راه ماشي وليد ليا وانما وليد عصور وعصور، ونتمنى ان شاء الله بحول الله المزيد من التوفيق والازدهار لهذه المدينه ولهذا الاقليم تحت القياده الرشيده ديال سيدنا الله ينصرو وبعثه الصحيحه والعافيه، وبالتوفيق عليكم وشرف لكم انه سيدنا الله ينصرو كاتبكم وبارككم، وكذلك انه كان الحفاوه ديال الاستقبال من طرف السيد رئيس الجامعه مشكور كذلك على المجهودات اللي بذل معنا ومع الفريق ديالنا. نتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله بحول الله والله الميسر، وتبارك الله عليكم مره اخرى توس ري فيليسيتاسيون. ناخذوا الارقام وهذه القاعه كنحتفلوا بها مع السيد العامل. صراحه الاحتفال تخصيص الاحتفال تيسرنا بزاف. احنا كذلك سعداء بالتهنئه الملكيه، لان صراحه فخر واعتزاز لهذا المنتخب اللي هذه تنظر التهنئه الخامسه لصاحب الجلاله، وهذا تبين العنايه ديالو بالرياضه وجميع اصنافها. كنهنئ الجامعه الملكيه بهذا اللقب هذا بالاهتمام والعنايه اللي عطاتنا. كنهنئ اخواننا الصحفيين كاع الحاضرين لانهم كلشي مقنطره المنتخب يعني في معظمه مدينة قنيطرة، لكن الحمد لله اليوم أصبحت عندنا تمثيلية كبيرة، عندنا لاعبين من الشمال من الجنوب من أكادير من دار البيضاء من تطوان. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم. احنا فرحانين هذا التتويج الثالث على التوالي، هذا شيء نادر ان منتخب يحقق الثلاثية سنوات متتابعة. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى والعمل الدؤوب ديال المنتخب الوطني والعنايه اللي عطيها الجامعه. وكما اشرت اليه فالتهنئه كانت اكبر تتويج لنا ان صاحب الجلاله يهتم بمنتخب الفوتسال. هذا شيء يعني كنفتخروا به، وفي نفس الوقت هو تحفيز لنا في المناسبات والمنافسات المقبله ان شاء الله. يعني احنا تمشيو يعني خطوه بخطوه. اليوم احنا عندنا الرياضه الافريقيه والعربيه، الرياضه العالميه خصها يعني بزاف ديال التوابيت، خصها بطوله من المستوى العالي، خصها قاعات من المستوى العالي. هذا الشيء واصلين ليه في الدول الكبرى، البرازيل، الاسبان، البرتغال، ولكن رغم ذلك الطموح تيبقى مشروع. اولا وصلنا للربع النهائي، يعني احنا مع الثمانيه الاوائل، اليوم نطمح نكونوا مع الربعه الاوائل. تنظن نمشيو خطوه بخطوه وان شاء الله هذا هو الهدف ديالنا، ملي يوليو عندنا القاعات وتولي عندنا بطوله محترفه، فتنظن ان المنتخب المغربي غيبدا ينافس على كاس العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا الحمد لله ونشكروه، وكما قلتي هذا ما هو التوفيق الا من عند الله سبحانه وتعالى. من هذا المنبر كنبغي نشكر السيد هشام الدقيق اللي رغم الظروف الصحيه ديالو الصعيبه وكيبذل المجهودات فوق الطاقه ديالو، كذلك كنبغي نشكر الطاقم التقني والطبي واللاعبين على هذه المجهودات. كما كتعرف صعيب باش تدخل بالثوب البطل وتحافظ على اللقب. الحمد لله تاتلينا نحافظوا على اللقب ديالنا المره الثالثه على التوالي، اللي كيدخل في تاريخ ديال كاس العرب، اول منتخب كيحرز على ثلاثه القاب. كنحمد الله ونشكروه وهذا الشيء اللي كاين. وفكروا بمناسبه انتم اكثر منتخب جماعي كيحصل على القاب، واكثر منتخب كيحصل على تهنئات من صاحب الجلاله، يعني خمس مقاس جاتكم بقيه التهنئه من صاحب الجلاله كاكثر منتخب مغربي في العالم كامل. الحمد لله على هذا التتويج هذا، وكما قلتي على هذا الرقم هذا ديال اكثر منتخب كيتوج بالالقاب، وحنا جد فرحين ومعتزين ومفتخرين بالبقيه التهنئه اللي صيفطنا صاحب الجلاله. وكنتمنى ما تكونش هذا هو اخر لقب، ومزيد من الالقاب ان شاء الله باذن الله.